السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تصحيح التلاوات. لنبدأ مع تلاوة الأخت أم إسراء من مدينة مراكش المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك أختي أم إسراء على التلاوة المباركة. أرسلت لي أكثر من دقيقة ونصف، أرسلت أكثر من 3 دقائق، بل أخذت فقط دقيقة ونصف، يعني من وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى وبئس المصير، يعني الآية 125. إذن سأصحح لك فقط هذه الآيات. بالنسبة للاستعاذة، سمعت أعود ولم أسمع أعوذ. إذا قلت أعود فأنت تعرفين أنه خطأ، يجب أن نقول أعوذ. وكذلك بالنسبة وإذي بتلاء، سمعت وإيدي بتلاء. إذا قلت وإيدي فهذا خطأ، يجب أن نقول وإذي. وبالنسبة لكلمة فأتمهن، لدينا ميم مشددة يعني حركتان بغنة، أقول فأتمهن ولا نقول فأتمهن، فأتمهن. هنا لديك وقف، قال ومن ذريتي، هنا لديك وقف، لم تقفي، يعني لم تحترم الوقف، قلت قال ومن ذريتي، قال هنا يجب أن تقفي ثم تقولي قال لا ينال عهدي الظالمين. بالنسبة لكلمة واتخذوا، يعني نقول واتخذوا وليس واتخذوا. ولدينا كذلك مصلى، لدينا اللام مغلظ، أنت رققت اللام، قلت مصلى بل مصلى. وبالنسبة للإدغام بغنة، في بلدنا منو نو، هنا إدغام بغنة مقدار حركتان، لا نقول بلدنا منو وارزق، بل بلدنا منو وارزق، بلدنا من وارزق أهله من الثمرات. وبالنسبة لكلمة النار، لدينا نون مشددة حركتان بغنة، لا نقول إلى عذاب النار، بل إلى عذاب النار. إذا هذه الملاحظات التي لاحظت، بارك الله فيك. بالنسبة للتنقيط أعطيك، بالنسبة لقواعد التجويد 9/10، وبالنسبة لمخارج الحروف 9/10، وبالنسبة للأداء 9/10. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك أختي جميلة، تلاوة طيبة. بالنسبة لتلاوتك يعني صحيحة، قراءة صحيحة لسورة الفاتحة، ليست هناك أخطاء لا في مخارج الحروف ولا في القواعد. أعطيك 10/10 وللأداء أعطيك 8/10. بالنسبة لسورة الفاتحة فقواعدها، قواعد تجويدها يعني ليست بقواعد كثيرة أو معقدة، يعني ليس فيها لا إدغام ولا إخفاء. إذا يمكنك إن شاء الله أن تقرأي يعني سورة يكون فيها قواعد تجويد كثيرة، يعني لكي يتبين الخطأ إذا وجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو بارك الله فيك أختي أمينة من المغرب. بالنسبة للتصحيح لم أجد أخطاء، يعني بالنسبة لقواعد التجويد ولا بالنسبة لمخارج الحروف، رغم أنني من خلال صوتك يعني أظن أنك متقدمة في السن. فبارك الله فيك، أعطيك 10/10 بالنسبة لقواعد التجويد ولمخارج الحروف، و7/10 بالنسبة للأداء. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء
أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم. بارك الله فيك أختي صباح على هذه التلاوة المباركة. بالنسبة للتصحيح، أول ملاحظة وهو بما أنك قرأت سورة التوبة، فسورة التوبة ليست فيها بسملة، يعني سورة يعني بدون بسملة. هذه الملاحظة الأولى. ثاني ملاحظة، عاهدتم تنتهي بميم ساكنة وبعدها ميم مشددة، هنا لدينا إدغام شفوي ومقداره حركتان تابع لأحكام الميم الساكنة. نقول عاهدتم من، ولا نقول عاهدتم من، عاهدتم من. وقلت وآذان من الله، بل وآذان، ليس وآذان، بل وآذان من الله، وآذان وآذان وليس وآذان. لم تتوقفي عند الآية الثالثة، يعني قلت بعذاب أليم ووصلتها مع الآية التي بعدها. هنا أخطأت، لو توقفت أنا متأكد أنك لم تخطئي. لو قلت وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ثم قلت إلا الذين عاهدتم وأكملت قراءتك، عندما وصلت قلت بعذاب أليم، لماذا هنا أخفيت؟ ماذا أخفيت أو ماذا أدغمت؟ بل يجب أن تقولين إذا وصلت، تقولين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم، بعذاب أليم إلا، بعذاب أليم إلا، ولا نقول بعذاب أليم إلا. كذلك أعيد مرة أخرى، بالنسبة عاهدتم من قرأتها يعني كما شرحت لك في المرة الأولى، قلت عاهدتم من، بل عاهدتم من. وكلمة ولم يظاهروا، قلت ولم يظاهروا عليكم، بل ولم يظاهروا، ولم يظاهروا، هنا لدينا ما الطبيعي، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا. إذا هذه الملاحظات التي لدي، بارك الله فيك. بالنسبة لقواعد التجويد أعطيك 9/10، وبالنسبة لمخارج الحروف 9/10، وبالنسبة للأداء 8/10. بارك الله فيك.